الراديو 90 90 هواها مصر. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين وجمال في ايد أمينة. فكركم بطرق التواصل من أي تليفون على 2-18-10-8-66، SMS على 1-99، وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. النهاردة هنتكلم عن مشكلة قوية جدا عند الستات. قوية ليه؟ لأن التجميل طبعا بقى بيحل حاجات كتيرة جدا، لكن المشكلة دي لحد النهاردة مش بيحلها بنسبة 100%. الخطوط البيضاء، أي stretch marks اللي في الجسم. طبعا الخطوط البيضاء دي أنا بشوفها بتشوه الجسم، بتطلع ليه؟ بتطلع مننا احنا. ليه؟ إن احنا بنزيد في الوزن زيادة قوية مرة واحدة فبتطلع الخطوط البيضاء، إلى جانب بقى إن احنا بنزيد ونخس ونزيد ونخس ونصعب الموضوع أكتر. طيب النهاردة أنا هكلمكم على الأسباب عشان كل واحدة تركز، لأن زي ما بقول لكم بتبوظ الجلد، ولحد النهاردة حقيقي يعني أنا مش شايفة أن في تجميل ممكن يوديها بنسبة 100%، غير لو إحنا بقى إيه عندنا بقى بطن فشفطنا فعملنا شد الجلد مع البطن، يعني عملية عملية. أول سبب طبعا الحمل. هتقولي طب أنا أعمل إيه؟ لا تعمله كتير كمان. هو أنا عشان حملت لازم أزيد بالتلاتين كيلو؟ أنا لما المفروض السيدة الحامل تزيد من 8-11 كيلو، لو حصل كده مش هيطلع لك ستريتش ماركس. والمشكلة إن الستريتش ماركس وقت الحمل مش بتطلع بس في البطن، اللي بيزيدوا بالتلاتين كيلو بتطلع في كل جسمهم، بتطلع في منطقة الصدر والبطن والأرداف والفخاد والدراعات، يعني الجسم كله بيتشوه. طب استفدنا إيه؟ لا نركز بجد، لان هي دي اكتر الاوقات اللي ممكن الواحد بيتخن مره واحده. نعمل ايه؟ نحاول نركز في اكلنا، اللي بيلعبوا رياضه يستمروا. الرياضه مفيده في ايه؟ مفيده ان انا مش هزيد في الوزن، وان انا احافظ على العضل اللي في جسمي مشدود تحت الجلد. اوكي، يبقى في عضل عشان حتى لو تخنت في عضل الجلد كمان ما يترهلش، ونحافظ على الجلد ذات نفسه. فارجوكم يا جماعه طبعا وقت الحمل نحاول على قد ما نقدر ما نتخنش. طبعا انا عارفه ان بيبقى فيه كريمات معينه للسيده الحامل عشان تدهن على المنطقه اللي هي بتتخن منها، المفروض هي بطنها. الكريمات دي بتساعد، بتدي ليونه، بتدي ترطيب قوي، لكن ما ينفعش تحطوها قصاد واحده في شهر بتزيد بال10 وال12 كيلو. اوكي، لكن هي طبعا بتساعد، وانا دايما بقول لاي سيده حامل لازم يبقى عندك الكريمات دي وعلى الاقل ادهنيها مرتين او ثلاثه في اليوم. تاني سبب الاكل كتير. ده ما اكل كتير ومره واحده نلاقي نفسنا بناكل ومره واحده نلاقي نفسنا في خلال شهر تخننا بال7-8-10 كيلو، وده بيحصل. الحل ايه؟ ان احنا نركز. الحل ان انا اركز في السعرات الحراريه، نوعيات اكلي، واركز كمان اذا انا مثلا معزومه في حته واكلت كتير، تاني يوم اركز على طول بحيث ابالانس، بحيث ان انا ما انزلش في الوزن، بحيث ان انا لو كنت طلعت نص كيلو كده من الاكله تنزل على طول اليوم اللي بعده. والا بيحصل تخزين تخزين تخزين، مره واحده الجلد بيتمط. طبعا من الاسباب التانية اليويو دايت. اليويو دايت ده مش بس بيطلع ستريتش ماركس اي خطوط بيضاء، لكن اليويو دايت ده بيدمر السيستم بتاعكم. يعني ايه يويو دايت؟ اللي هو الاسبوع النهارده، الاسبوع ده انا عامله ريجيم، الاسبوع اللي جاي انا مش عامله، الاسبوع اللي بعده انا هعمل، اسبوعين بقى مش هعمل، لا اللي هبدا اعمل. وطبعا مش قادره اقول لكم 60-70% مننا يا ستات بنعمل الموضوع ده، وده غلط جدا. مش بس ان بيطلع ستريتش ماركس، لان انت بتتخني وتخسي وتخسي وتتخني وهكذا. واللي بيعملوا يويو دايت دول ما عندهمش تهريج، اللي هو اعمل ريجيم بعد كده اطلع لي بال6-7 كيلو، وبعد كده انزل ريجيم تاني، وبعد كده اطلع لي 10 كيلو وهكذا. وحش جدا جدا على الصحه. والاوحش بقى انسوا ان انتوا تعرفوا تخسوا بعد كده، بيبوظ الميتابوليزم تماما. ودايما الستات اللي عملت مليون الف ريجيم في حياتها هتيجي دلوقتي بتعمل ريجيم ممكن يكون كويس جدا لجسمها وهايل وكله ما بتخسش. فارجوك يا جماعه لما تبداوا دايت تكملوا في الدايت، مش عايزين مالكوش مزاج دلوقتي ما تعملوهوش، اعملوه
واظبوا طبعا مش ان انتوا تفضلوا تتخانوا بس، وزنوا الاكل اللي بتاكلوه بس، اعملوه لما انتوا تحسوا ان انتوا عايزين تعملوه. طبعا من الاسباب برضو التانية الخساسين اللي بسرعة جدا. يمكن اوقات بيطلع ستريتش ماركس لان هو ستريتش ماركس اصلا لما بتتخانوا مرة واحدة، لكن ساعات مع النزول مرة واحدة بيحصل، لكن اللي بيحصل اكتر مع الخساسين مرة واحدة طبعا ترهلات. مفيش حد يقرر ان هو في شهر انا هخس بالسبعة والثمانية والعشرة كيلو، مفيش حاجة كده. والاوحش والاوحش طبعا على الصحة، بس دي برضو من الحاجات اللي لو انت عايزة تخسي خسي بالراحة، العبي رياضة وانت بتخسي عشان تعملي عضل جسمك وجلدك يبقى مشدود. طبعا من الاسباب الاكيدة اللي يمكن بذكرها في كل تيب من اللي بقولها، الرياضة. الرياضة يا جماعة مش بس بتعمل كل الحاجات اللي انا قلتها لكم، لكن الرياضة كمان بتعمل مرونة وبتساعد الإلاستين بتاع الجلد يبقى قوي. يعني انت بتشتغلي على جلدك، اوكي، جلدك بيتحسن، ودي حاجه مهمه جدا في الستريتش ماركس ان جلدك يبقى كويس. طبعا من الاسباب اللي يمكن تبقى خارجه عن ارادتنا شويه البلوغ، بالذات عند البنات. البنات بعد ساعات لما بتبقى في سن البلوغ بتكبر مره واحده، بتكبر وتتخن، يمكن ما بتتخنش بس هي كبرت وحطت طبعا 3 4 5 كيلو. فده للاسف حاجه خارجه شويه عن ارادتنا، لكن نحاسب برضو ان في سن البلوغ ما نقعدش ناكل زياده عن اللزوم، ما يبقاش ان انا بكبر مره واحده وفي نفس الوقت ان انا بزيد في الوزن. سبب تاني من الاسباب الناس اللي بتلعب رياضه وبتشيل ويتس وحاجات كده اثقال، وطبعا الى جانب الويتس انها بتاخد مشروبات وحبوب عشان تكبر، اوكي. طبعا الرجاله مش الستات، دول 99% بيبقى عندهم خطوط بيضه. ما عرفش توازن ازاي دي بصراحه، لكن انا شخصيا ما بحبش الشكل ده، طبعا رايي مش مهم يعني، بس انا بشوف الرجاله اللي يعني يبقوا العضلات طالعه طبيعيه احلى بكتير ومش المنفوخين زيادة عن اللزوم. أنا مش عارفة وجه الجمال ده فين، غير طبعا لو دول بيخشوا بطولات وحاجات كده، لكن ما انت كمان بتتشوي. ستريتش ماركس دي مش بتبقى حلوة، وبعد كده الدنيا دي مش بتدوم، وبعد كده العضلات بترجع تخس تاني، ومش بيحصل لك غير ستريتش ماركس. مش عارفة أدي رأيي قوي في ده، لأن في ناس طبعا ده بيبقى بيخشوا بطولات ما عرفش لازم ياخدوا الحاجات دي ولا لا، لكن الفكرة ان هيحصل تشويه في الجلد من الستريتش ماركس. حاجة تانية برضو العامل الوراثي. طيب العامل الوراثي انتوا اللي هتساعدوه، هتساعدوه ازاي؟ طبعا كل بني ادم بيتولد بجلد معين، ده من عند ربنا. في ناس عندها الميول انها يطلع لها ستريتش ماركس، لكن الناس اللي عندها الميول دي ممكن ما يطلع لهاش خالص لو انت ما زدتيش زياده قويه في الوزن، لو انت بتلعبي رياضه، لو انت ما بتعمليش يويو دايت، فاهمين قصدي؟ لكن في ممكن يبقى اختين هما الاثنين نفس الوزن، وهما الاثنين تخنوا مره واحده 10 كيلو، واحده جسمها تبهدل ستريتش ماركس، واحده ظهر لها بس على خفيف، ده بيبقى طبيعه جلد. ففي عامل وراثي، مش ان انا هتخن، عامل وراثي ان جلدي حد احسن من جلد حد. نعمل ايه؟ ظهر لنا الخطوط البيضاء. الخطوط البيضاء دي لما بتظهر بتظهر على شكل خطوط حمراء. بليز يا جماعه اول ما يظهر الخطوط الحمراء دي نجري على دكتور، لان لو الخطوط الحمراء دي اتعالجت بسرعه مش هتقلب بيضاء، لو اهملتيها هتقلب بيضاء، ولو قلبت بيضاء خلاص احنا دخلنا بقى في المشكله. فاول ما اي حد يظهر عنده الخطوط الحمراء دي بليز هتتحل تماما. لو ظهرت بقى الخطوط البيضاء طبعا زي ما بقول لكم في معالجات دلوقتي كتيره، انا مش بشوف انها بتجيب نتائج 100%، لكن النتائج بتتفاوت على حسب سنك، طبيعه جلدك، صحه جلدك، نظامك الغذائي، اللايف ستايل بتاعك، تلعبي رياضه، الحاجات دي كلها. فطبعا ممكن تعملوها، لكن طبعا الكريمات اللي بتتباع في الاسواق بتقول بتودي ستريتش ماركس، مش بتوديها. هي ممكن تكون بتعمل ليونه للجسم، بترطب الجسم، بتغذي الجسم، ودي حاجة كلها مفيدة، لكن طالما ستريتش مارك اتكون صعب جدا صعب جدا يروح. أوكي، الفكرة يا جماعة أرجع أقول تاني، الموضوع صدقوني في إيدينا. لايف ستايل صح. لايف ستايل صح يعني أعمل إيه؟ لايف ستايل صح يعني إن أنا لما أكون حامل يا جماعة أكل أكل صحي، مش لازم أتخن بالتلاتين واربعين كيلو وعلق شماعة أصلا بيبي وأكل البيبي اللي جوا بطني والكلام ده. إن أنا أركز في نوعية أكلي والطريقة اللي بطبخ بيها، إن أنا لما أعمل رجيم أعمل رجيم صحي
مش اليويو دايت شوية رجيم وشوية لا، ان انا لما قرر اخس ما اخسش بسرعة، ان انا العب رياضة، ان انا يعني احافظ على نفسي. يا جماعة يعني شايفين كل الحاجات دي احنا اللي بنعمل، وبعد كده نرجع نشتكي ونقول ونكتئب. ستات بتكتئب وبتبقى مكسوفة وبتمنعنا عن لبس حاجات كتير جدا حتى في البيت. واحد بيبقى مكسوف من نفسه، هو مكسوف من شكل جسمه. ايه رأيكم نسمع اغنية ولسه مكملين؟ وجمالك في ايد امينة.